الكاتب الكبير توفيق الحكيم قال ان الزوجه الجديده لازم تعرف تطبخ لجوزها. في امهات برضو بيقولوا لبناتهم ان اقصر طريق لقلب الراجل معدته ويقعدوا يدربوهم شويه قبل الجواز. في امهات تانية بتكون مكبره دماغها شويه وبتقول بكره لما تتجوز تتعلم كل حاجه في بيتها. بس في الاخر الموضوع ده مهم للبنات اللي لسه هيتجوزوا وكمان اللي متجوزين وعايزين يجددوا في الاكل. الاستاذه انهار السيوفي حبت ان هي تساعد في الموضوع ده فعملت مدرسه لتعليم فنون الطهي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. بجد ما شاء الله يعني هي فكره جميله. طبعا فكره جميله انك تعلمي البنات ازاي يعرفوا يطبخوا. ايوه انا فكرت فيها والله من زمان وفكرت ان انا مثلا ان انا افتح مطعم فلقيت لا طبعا المطاعم كتير طب ان اللي انا افادته للناس او ليا طب ما هو كتير بس لا لازم انا اعمل حاجه علمه ينتفع بيها ما شاء الله ان انا اشجعهم ان هم ييجوا يتعلموا. فدي الفكرة اللي أنا الحمد لله ربنا وفقنا وعملتها. طب أنت بقى بتعرفي تطبخي من وانت عندك قد إيه؟ 12 سنة. 12 سنة؟ أنا قلت اتخرجت من مدرسة صلاح الدين دي إعدادي أولى إعدادي وتانية وتالتة أخدت فيها كل حاجة بجانب المواد العملية أخدت مواد العامة مواد عملية أخدت تربية زراعية كنت بعرف أعمل كل أنواع المربات أخدت كمان تربية الدواجن كان في المدرسة في دواجن كمان أخدت خياطة وكنت بعرف أخيط أخدت شغل الإبرة تيروكو كروشيه كل شيء علموهن فكنت بعرف أعمل كل حاجة ولما 12 سنة و 13 سنة و 14 سنة كنت بعرف أعمل كل شيء وكان أول كتاب جبته هو كتاب أبلة نظيرة وعندي للآن هذا الكتاب سنة 56 لغاية دلوقتي موجود عندي ضمن الكتب الحديثة اللي عندي مستفاد. بس الحقيقه يعني فكره ان المدرسه زمان كانت بتهتم بالحاجات دي وبتعلم وبتدي وقت طويل من الحصص بتاعتها للحاجات العمليه دي ما بقتش موجوده دلوقتي. ما فيش انا رحت عشان اشوف المدرسه دي في القلعه ما لقيتهاش خلاص ما فيش والله يؤسفني وذكرياتها لغايه دلوقتي عالقه في ذهني لا يمكن ان انا انساها وكان كنت برضو بحب حصه التدبير المنزلي كان طهي بقى كان وحبيت المدرسة والنظرة لأني كنت بعمل الأكل وأنا بنفسي اللي أروح أوديه لها فأقول للمدرسة طيب ما تخلي كل مرة بنت تقول لي لا عشان شكلك حلو أنت اللي تروحي تبدلي جميلة ما شاء الله يا حبيبي لا الله يخليك الله يخليك. طب إحنا نشوف بقى كده مع المشاهدين لما رحنا وصورنا ريبورتاج عندك في المدرسة بتاعتك نتفرج سوا. أهلا الفكرة هي جات لي وانا عندي 12 سنة وانا عندي 12 سنة كانت سنة مثلا 55 او 56 كنت خلصت المرحلة الابتدائية وداخلة على المرحلة الاعدادية فكان في مدرسة اسمها صلاح الدين موجودة في القلعة بس للأسف دلوقتي خلاص لغوها كانت بتدي بجانب جميع المواد العلمية مواد عملية فلما التحقت بمدرسة صلاح الدين ادوني تدبير منزلي وكنت متفوقة جدا جدا وانا عندي في المرحلة الاعدادية اولى اعدادي وتانية اعدادي وتالتة اعدادي كنت بعرف اعمل كل انواع المربات والمخللات والجبنات امريكا معروفة وانا كمان عشت مش في ولاية واحدة انا عشت في 5 ولايات في امريكا فتعلمت من الناس كل انواع الاكل اللي بيعملوه بقيت من بيتي بقيت بقى اصحاب بنتي في الجامعة يجي اعلمه اصحاب حد عنده عزومة كيترنج اعياد ميلاد بقيت اعمل كل حاجة فقلنا لا لازم الواحد يتكل على الله ويفتح مشروع ففتحت واتكلت على الله والتوفيق من ربنا الحمد لله. مثلا انا واحده تيجي تقول لي ده جنزبيل اقول لها لا ده زنجبيل ترجع لي لو ترجع لي القران يقول لك وكان مزاجه زنجبيل لا ده شاطر. احنا اجانب بيكلمونا وبيجي لنا عن طريق النت وبييجوا يتعلموا من كل الجنسيات الامريكان بيطلبوا ازاي الاكل العربي يتعلموه لكن احنا الشباب اللي بيجي لنا سواء بنين بنات كبار متزوجين قادمين على الزواج لا عايزين يتعلموا الاكل اللي بياكلوه في المطاعم فاللي بيجي عايز اكل شرقي بديله عامله له كورس شرقي عامله كورس كمان للاجانب اسمه اي لاف ايجيبت مدته من ساعتين ونص لثلاث ساعات وبيعملوا كل حاجه ناس موظفين يكلموني انا جايه من الشغل وعايزه الاكل مجمد بس هي عايزه تطيب في البيت طبعا بيبقى ارخص شويه من الاكل الجاهز فبتيجي تاخده ومنجهزه لها كل وبنديها معاه طريقه تحضيره كمان مبسوطه جدا لان انا اولا بحب العمل العمل عباده في مثل بيقول من حبه ربه حب في خلقه.
طبعا احنا معاكم مره تانية على مباشره وضيفتنا مدام انهار السيوفي. وطبعا الريبورتاج جميل. انا عايزه اسالك بقى، يعني هو مثلا لو واحده جات لك زي البنات اللي شفناهم وبتقول لك انا عايزه اتعلم الطبخ، في قد ايه بتعلميها؟ وقت قد ايه؟ ممكن 6 حصص على الاقل تاخد من عندي 6 حصص، فعامله بروجرام اللي هي من كل بلد اكله، فهي اللي بتختار. في ناس يقولوا لا انا بحب الاكل المكسيكي، ناس يقولوا الايطالي، ناس يقولوا الامريكاني، فهي حسب ما بتعوز انا بديها، يعني مش انا بفرض عليهم كورسات معينه تعلموا، لا، ان كل واحده اللي بتحبوه هتتعلمه. يعني كل واحده حسب عايزه تعمل الاكل العادي بتاعنا المصري بتدي كورس كده، في بتقول لي اكل مثلا زي ما بتقولي امريكي. انت قلتي لي بقى انك انت عشتي شويه كتير في امريكا، 15 سنه من سنه 70 لغايه 86 في امريكا. في امريكا طبعا، وجنسيات مختلفه في امريكا، والثقافة والحضارة واختلاف كل حاجة. فبرضو لان انا انسانة اجتماعية، يعني بختلط باستمرار مع الناس وبحب اتعلم منهم كل حاجة. يعني في مدارس برضو بتعلم الطهي، مدارس بيبقى اسعارها طبعا رمزية، مش اسعار غالية هناك في امريكا. وكنت وروحت اخدت كورسات وتعلمتي الطبخ الامريكي. ايوه، وكتب وامريكاني، وكل الجنسيات اللي انا بعرفها من اصدقائي من كل الجنسيات. مثلا صديقتي هندية تعلمني، واحدة ليبية تعلمني كل الاكل الليبي. كل الجنسيات انا بختلط معاهم وبحب ان انا اكلهم من صغر وبجرب وكل حاجه. وميزه امريكا اي حاجه تيجي بيها بيجيب لك في ظهر العلبه اللي انت بتجيبها، سواء سكر او اي حاجه تستخدميها في ايه. يعني هنا تجيب السكر هو سكر، لا، ورا تلاقي استخداماته في ايه، نوع الشوربه استخداماتها في ايه. هنا يقول لك حطي ميه واشربي، لا، ده بيدخل لي كل حاجه، حتى الخميره بتتباع في بواكي. هنا الخميره خميره خلاص، ما قلتش لا، ده بيدوكوا ريسيبي لكل حاجه، زائد مجلات وكتب. وكنت بقعد اتفرج على برامج كتير في امريكا، يعني كان في برضو من ضمن البرامج واحده اسمها جوليا تشايلد، معروفه فرنش، يعني شيف، برضو تعلمت منها كتير وجبت الكتب بتاعتها. حتى ما جيت من امريكا يعني ما جبتش لبس ولا يعني زي ما الناس بتجيبوا واجهزه كهربائيه وحاجات من دي، لا، كله كان كتب. كل غيتي، حبيت هذا المجال. فلازم الواحد المجال اللي يحبه يعمل فيه، صدقيني هتعطي كتير. بس انا بجد مبسوطه قوي قوي ان انت معايا النهارده، ومعجبه بشخصيتك بجد قوي، انا الاسعد، وانك انت فعلا حاجه انت حبيتيها واديتيها كده كل تفكيرك وتركيزك وكيانك، ومش بس بقت هوايه لكن انت كمان حبيتي تفيدي الناس بعد كده. علم ينتفع بيه طبعا، دي اهم حاجه. كمان انت قلتي لي كلمه حلوه قوي واحنا بنتفرج على الريبورتاج، ان انت كنت بتزعلي قوي لما تقري مثلا في جورنان ولا حاجه ان هم يقولوا على اللي فوق الستين عجوز. يقولوا لي عجوز سنها 60 سنه، هي العجوز؟ لا، مش عجوز. ده مدام ربنا مديكي طاقه ومديكي قوه تشتغلي لاخر دقيقه في حياتك، ليه تقولوا عجوز؟ لما تقولوا 60 سنه ليه بنقصوا تقولوا عجوز؟ لا، مش عجوز. انا قلت سبق قلت لحضرتك قريت كتاب في امريكا الحياه بتبدا من الستين، وده مشروع اللي انا ابتدات فيه ما شاء الله. لا، ما نشعرش ابدا ان احنا كبرنا، لا، لازم نعطي الاخر نفس في حياتنا، والعمل عباده. برافو عليك. اهلا يا هبه، اهلا وسهلا. اهلا بك يا دعاء، اتفضلي حبيبتي. انا متجوزه بقالي كتير ومش عارفه اظبط برضو اكل لغايه دلوقتي، فانا عايزه اعرف يعني انا لو ابتديت اتعلم من دلوقتي هتتظبط؟ يعني انا عندي مشكله التظبيطات، بس يعني انا بعرف اطبخ بسيط، لكن هي التظبيطات الحاجات على بعضها ومعرفش ليه الدنيا ما بتمشيش معايا كويس. طيب يا حبيبتي، انت بتحاولي يعني وبتطبخي فعلا، لكن المشكله عندك ان بتحسي في الاخر ان في حاجه كانت ناقصه، يعني المقادير فيها حاجه. دايما يقعد يقول لي ان هو بيبقى طبعا اكل مامته وبقى عايز نوصل للمرحله دي، فانا مش عارفه بصراحه. طيب يعني باخد منها الوصفات. سبحان الله، نفس بقى ولا ايه؟ لا والله مش النفس. ماشي يا حبيبتي. طيب يا حبيبه قلبي، في ايه اهم حاجه عشان الحاجه تظبط مع الانسان؟ لازم كل حاجه بمقدار. ما ينفعش ان انا اعمل حاجه بالشبه او اقول ده حفنه ايد. مره وشفت برنامج برضو بتقدم واحده شيف تقول ماما علمتني ان انا اعمل كده، لا، كل حاجه لها معيار، كل حاجه اتخلقت بمعيار. فلازم بوريهم ازاي كل حاجه في معايير مخصوص، المعالق اللي هي السبون او الكابس او الكوبايات ليها معايير معينه عشان الحاجه تظبط. لكن ما ينفعش ان انا اعمل حاجه بالبركه واقول ويجي يقول لي دي فشلت. طيب استعملت ايه؟ تقول استعملت الكوبايه العاديه، لا، ما كل كوبايه ليها كل مج زي ده ليه اختلاف، ليه مقادير. فهي دي النقطه، ويكون معاكي الريسبي مكتوبه لازم تلتزمي بكل المعايير المكتوبه فيها، ومعاكي ستيب باي ستيب كل حاجه
ان شاء الله ما فيش حاجه تفشل والله. طيب هي هبه برضو قالت كلمه ان هي مثلا بتاخد المقادير من حماتها وبتعملها بس بتطلع طعمها مختلف. هي حكايه النفس دي حقيقيه انت لاحظتيها؟ هي حقيقه، مش معناها النفس، معناها ان انت تحبي الشيء اللي بتعمليه. هي دي اهم حاجه، ما هو ده النفس، ان انت تحبي الحاجه. لكن انا بدخل المطبخ مرغمه او غصب عني ويلا عايزه اخرج من المطبخ، لا، الحاجه مش هتطلع كويسه. اما حاجه يكون عندك صبر وتحبي اللي بتعمليه، هو ده النفس صدقيني. طب قولي لي بقى، انت بتلاحظي ان انت بيجي لك في المدرسه يتعلموا اكتر بنات قبل الجواز ولا ستات متجوزين وعايزين يظبطوا؟ لا، بيجي لي كله، بيجوا لي اللي هم مخطوبين وبيجيب خطيبها معايا او متزوجه. بتجيب خطيبها ايه؟ خطيبها معايا يتعلم. يتعلم؟ أيوة أيوة. لا مش معه والله. ولقيت برضو الرجال برضو بيستجيبوا والله. بيستجيبوا وبيبقوا مركزين جدا جدا، عايزين يثبتوا ان هم فعلا هينجحوا. يعني هينجحوا مش معقول، يعني هوايه كده. هم عايزين يطبخوا في بيتهم. ايوه هوايه، بيبقى هوايه. وزاد برضو في شركات مالتي ناشونال بدون ذكر اسماء برضو بيعتوا لي كل يوم سبت الموظفين بتوعها، فاللي بتيجي مع خطيبها واللي مع جوزها واللي لسه يعني هتتجوز قدم مع الزواج بتيجي برضو تاخد كورس في كل حاجه. ومامتها تيجي تشكرني انها ما كانتش بتعرف حاجه، ان انا علمتها اصعب حاجه اللي هي الحمام المحشي. تقول تصوري بنتي اللي ما كانتش بتعرف تعمل حاجه عملت كل حاجه، واصعب حاجه بعلمها لهم والله عشان اديهم الثقه في نفسهم. دي ما دمش حاجه سهله، لازم ابتدي معاهم الصعب. فهي دي. طيب قولي لي دلوقتي، انت مثلا لما بتجي لك واحده بعد الجواز وعندها مشكله ان هي ما بتعرفش تطبخ قوي، بتقعدي تساليها كده وتعرفي ايه المشكله؟ يعني هي ما بتعرفش تطبخ ليه؟ سالت والله، يعني مثلا واحده بساله بقول لها ليه ما تعرفيش تطبخي؟ هل ماما ما علمتكيش؟ ليه؟ قالت لي والله ماما بتعرف تطبخ جدا، دي طباخه ماهره. قلت لها طب وايه؟ قالت لي كانت بتمنعني ان انا ادخل المطبخ عشان ما بهدلش حاجه. قلت لها ما ينفعش، ما ده اللي لازم نعمل نداء لكل ام انها تدخل حتى اطفالها الصغيرين، هي خايفه منهم على يتعوروا ولا حاجه. في سكاكين بلاستيك، سكاكين بلاستيك بتديهولهم، شوكه بلاستيك، معلقه بلاستيك، طبق بلاستيك. يعني انا ابني عنده 3 سنين بيفرح جدا ولما يجي عندي، وبنت ابني عندها 7 سنين. قلت لحضرتك بتعمل حاجات كتير جدا من الكتب، فلازم ندخلهم، ما نخافش، على الاقل نحببهم في الاكل، نوريهم ده ايه، كل حاجه نوريها لهم. طيب معانا ام ياسمين، اهلا بيكي. الو. الو ام ياسين، اهلا وسهلا. عليكم السلام. بقول لك يا دعاء والنبي كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا جميله. بقول لك ده كنت عايزه اعرف كده اكلات خفيفه، عشان انت عارفه رمضان بقى والحر وكده، الولاد على طول بقى العصاير والحاجات دي، عايزه حاجات مفيده ليهم بس تبقى خفيفه في رمضان. ماشي حبيبه قلبي. عايزه عصائر. عايزه عصائر ووجبات خفيفه لولادها في رمضان. بتقول الدنيا حر فعايزه تعمل لهم اكل خفيف. يعني هي من انجزت العصائر الواحد يستعمل الفاكهه اللي ربنا خلقها. عندنا برتقان صيفي، ما نعصر برتقان ونشربه بدون اضافه اي سكر فيه. عندنا مانجا، واحنا في وقت موسم المانجا، واحسن انواع المانجا هي المانجا السكري، فنجيب المانجا السكري ونعصرها بدون برضو اضافه سكر، فادي حاجه طازة. ما عندنا البلح ده اجمل حاجه، وفي سكر طبيعي ربنا خلقه، ده برضو نعمله باللبن ويبقى مفيد جدا وقيمته الغذائيه عاليه. فنشوف الفاكهه بتاعت الموسم هي دي، لو في فراوله بنعصر فراوله برضو بدون اضافات اي سكر. اما بالنسبه لاي وجبات، احنا الواحد بيبقى صايم ساعات طويله، ما ينفعش ان انا اكل حاجات محمره. اول حاجه الواحد الشوربه الدافيه. الواحد لازم اول ما المدفع يضرب لازم نشرب شوربه دافيه، وبعد الواحد بعد كده مثلا بيروح يصلي، وبعد ما نصلي نرجع لو احنا بقى طبعا لسه جعانين، في بيقولوا نشرب كوبايه بلح كبيره، مش لازم كوبايه كبيره، طب ما انا هشبع، لازم كوبايه صغيره من التمر سواء باللبن او بالميه، وبعدين اخد طبق شوربه دافي، اروح اصلي، ارجع تاني بعد كده اكل الخضروات. اهم حاجه الخضروات، لان في تكنيك في الاكل، لو انت حضرتك جبتي طبق في مقدار لازم تاكليه، يعني لو عملنا بكف الايد ده هو ليكي مقدار من الرز قد كف الايد، ليكي مقدار تاني قده من السلطه، مقدار تالت قده من الخضروات. بس هو ده اللي تاكليه. لما نيجي بقى للمواد البروتين للحيوان، عندنا سمك، عندنا فراخ، عندنا لحمه، يكون قد نص كف الايد بس، فقط لا غير. الانسان مش محتاج اكتر من كده. بس كده الانسان مش محتاج اكتر. وشرب الماء، الميه ده، الميه مفيده جدا جدا. صح. احنا معانا رانيا، اهلا يا رانيا. الو. ايوه حبيبتي، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، اتفضلي. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه، ربنا يخليكي. انا مبسوطه جدا بحكايه المدرسه دي.
والله جدا يعني، لانه انا رانيا احنا انت معانا لسه؟ اه انا معاكي. اه اتفضلي يا حبيبتي. انا الحقيقه لما تزوجت كانت يعني بقالي 3 سنين ونص. انا ايوه يا رانيا، انا اطلق بيت بيت بقى. اه فصممت اني لازم اخلي جوزي لازم ياكل في البيت ما يروحش عند حماه. لحد ما مؤخرا بدات يعني هي تقول لي انت عملتي ايه انه بطل ياكل مع عندي في البيت. عملتي ايه بقى؟ ركزتي يعني؟ على النت واجيب اكلات والكلام ده. بس الحقيقه انا كنت عايزه اسال الاستاذه انهار المدرسه بتاعتها فين؟ عشان انا حقيقي يعني عايزه برضو يعني اتعلم حاجات تانية واكلات تانية. طيب بصي احنا هننزل العنوان والتليفون بتاع المدرسة على صفحة بتاعتنا على الفيسبوك، وهننزل دلوقتي لينك الصفحة علشان لو مش عندك تدخلي عليها، وهننزل كل التفاصيل بتاعة المدرسة على الفيسبوك علشان لو عايزة تروحي تكملي كمان. هي بتقول يعني ان هي الاول ما اتجوزت ما كانتش بتعرف تعمل غير البيض المسلوق المقلي، فجوزها كان بيروح كل يوم ياكل عند مامته. اه ما لازم هيعمل يعني. اه طبعا بالظبط. وبعدين سبحان الله فعلا يعني الواحد يعني دايما جواه الا اكل الام يعني. اي اكل تاني ضايقه حتى لو احلى بيحس انه مش هو ده، لان هو اتربى وتعود كلنا كده على طعم اكل معين، فهو ده بالنسبه له احلى طعم في العالم. بالظبط. فهي بقى حاولت ان هي ايه تظبط اكلها، دخلت على النت وجابت وصفات واكل وفضلت تحاول تطور من نفسها لحد ما عملت اكل جميل. طب حلو جدا والله، تشرفنا والله. اي وقت والبيانات كلها ان شاء الله هنسيبها حضرتك في كنترول. طيب حضرتك بقى قلتي دلوقتي حاجه ان انت احفادك صغيرين بيخشوا معاكي من دلوقتي في المطبخ علشان يتعلموا. ايوه. مش بتخافي مثلا عليهم السكينه؟ يعني دايما هي دي مشكله الام. لا انا بديهم سكينه من السكينه بلاستيك. تخاف حاجه تتكسر في ايده؟ لا لا بديهم حاجات بلاستيك. لا حاجات بلاستيك. بلاستيك اطباق بلاستيك، سكينه بلاستيك. يعني اللي عند زياد ده اللي كان عنده وهو كان عنده 2 سنين كنت بجيبه يقف معايا، واول ما بيجي على طول بيبقى فرحان ان هو هيدخل المطبخ. طب بس هو الولد بتدخليه بقى ليه؟ طب البنت ماشي، انت برافو عليك بتعلميه الولد لازم كمان. البنت والولد لازم. طب ما فيش شيفات رجال؟ أيوة. مش كلهم سيدات. فلا لازم يتعلم كل حاجه. يعني انا اولادي اللي هي 2 في امريكا بيعرفوا يعملوا كل حاجه في الطهي، حتى لو في حاجه ما بيعرفوش يعملوها يتصلوا بيا. رجاله؟ اه متجوزين. يتصلوا بيا ماما مثلا عايزين طريقه الكشري ما يعرفش يعملها، اقول له ازاي تعملها ستيب باي ستيب، او ابعت له الريسبي، او على الايباد ابعت له الصور والحاجات دي. فلا مش عيب، لازم الاثنين يدخلوا المطبخ، لازم يساعدوا بعض. برافو عليكي. الزوجه تعبانه طيب هيحصل ايه؟ وفي اولاد، ما لازم الزوج يشارك. برافو عليكي. انا بحب المشاركه بصراحه. اه وانت ظاهر 15 سنه بتوع امريكا. لا والله هم عمليين جدا. عمليين هم هناك جدا صدقيني، بيفكروا بطريقه عمليه مش زينا. لا مش زينا. لا لا. احنا معانا مها. اهلا يا مها. ازيك يا دودو؟ ازيك يا حبيبتي؟ اهلا. عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله ربنا يكرمك. انا مبسوطه جدا ان انا شفتك تاني. ربنا يخليكي. بصراحه انا جدا فرحانه جدا جدا جدا. انا متشكره قوي يا حبيبه قلبي. طبعا انا سعيده جدا بالضيفه اللي معاكي. كنت عايزه استفسر منها برضو، يا ريت برضو تقول لنا شويه حاجات برضو عشان الاطفال. انا بنتي 5 سنين ما بتعرفش خالص لا شوكه ولا سكينه ولا الكلام ده كله، وبحطها قدامهم بترميهم في وشي. احببها ازاي؟ ده اللي انا عايزه اعرفه. انا سعيده جدا ان انا شفتك تاني، ما تصوريش قد ايه فرح بنتي، كمان فرحانه بيكي جدا يا حبيبتي. سلميه عليها، انا متشكره قوي قوي يا حبيبه قلبي. هكلمك تاني وانا متابعاكي من زمان، وهشترك تاني وتالت ورابع، بس على الله ما تزهقيش مني. لا يا حبيبتي اهلا وسهلا بيكي. اهلا يا مها. اهلا سلام يا حبيبه قلبي. عليكم السلام. تحبب بنتها ازاي في المطبخ؟ بتحاول قد ايه؟ كانت بتقول 5 سنين.